سبع سنوات كاملة عاشتها هذه العائلة السورية بالجزائر بعيدة عن ديارها بعد الحرب التي شهدتها سوريا. وجدت الجزائر بلدها الثاني كحضن لها. لا أنا ما حسيت حالي أني أنا غريبة ولا أي شيء بالبلد الجزائري المضياف. أنا الحمد لله قدم لنا كل المساعدات وعدنا بالجزائر كأنه إحنا ضيوف أو أهل، حتى مش ضيوف، يعني استقبلونا كأن إحنا صاحبين البلد. والله أنا إن شاء الله معودة لسوريا، راجعة لسوريا إن شاء الله، وبعد ما طبعا تم الأمن والأمان لسوريا، وإن شاء الله بعم على جميع الأراضي السورية. ما حسينا حالنا مثل ما قالت زوجتي إنه إحنا مهجرين أو غربة، والله معتبرين حالنا كأنه بلدنا أبدا. قررنا العودة إن شاء الله لسوريا باعتبار الأمن والأمان، الحمد لله تقريبا كل ربوع سوريا عاد، وبدنا نرجع إن شاء الله نعمر بلدنا. الرجوع إلى أرض الوطن حلم لطالما راود عائلة تواتي، ها هو اليوم يتحقق بفضل الهلال الأحمر الجزائري الذي تكفل بكل تكاليف تنقلها. في عائلات سورية عبرت عن رغبتها باش ترجع لبلدها إلى ديارها إلى أهلها، ويعني في عائلات في معسكر في عدة ولايات، واليوم يعني هذا العشاء عاشوراء صحيح، لكن أيضا صادف حبينا يكون أيضا عشاء على شرف عائلة سورية عبرت عن رغبتها للرجوع وهي راجعة. عودة الاستقرار إلى أغلب المناطق في سوريا جعل رغبة اللاجئين السوريين في الرجوع إلى ديارهم كبيرة، وهو ما تعمل الدولة الجزائرية على تحقيقه.